يا هلا وسهلا فيكم، خليكم جاهزين. اليوم وبعد سنتين ها نحن في موسم الرياض من جديد، وأول تغطية في الموسم للبوليفارد. خليكم معانا، واليوم هو يوم الافتتاح، تابعوا التغطية. مثل ما انتم شايفين احنا الآن في نص البوليفارد، تونا داخلين. حولنا متاجر، الموسيقى تملأ المكان، الموسيقى الحية، ولسه قدامنا أشياء كثيرة حتتابعونها خلال هالتغطية. خليكم بس معانا وتابعوا. حالياً في منطقة تروكاديرو، مثل ما أنتم شايفين المنطقة منطقة ألعاب، وفوق فيه بالدور الثاني كوفي. مستمرين. أقول ما شفت وين مسوي اليوم. الله يكون. البوليفارد تغير 180 درجة، صار أكبر بكثير، والأماكن صارت أكثر وأشمل، أكثر تنوعاً مثل ما أنتم شايفين. أعتقد ما يحتاج أتكلم، الصورة هي قاعدة تتكلم للناس المبصرين اللي متابعيني. الجميل في هذا المكان مليان حياة، أنت ما تحتاج عيونك عشان تحس بالحياة في المكان اللي حولك، من موسيقى ومن أصوات الناس، الأماكن الجميلة اللي موجودة. Thank you.
هذه هي يا حبايبنا، مثل ما شفتوا كانت تغطيتنا. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بهالتغطية اللي اختتمناها بوصلة موسيقية من الآخر. نشوفكم في تغطيات أخرى لفعاليات أخرى لموسم الرياض. إلى ذلك الحين دمتم بألف ألف خير، مع السلامة.